مساء الخير. النهارده حلقة خاصة جدا عن التغذية الصحية، بالذات الصحية، ومعانا خبيرة التغذية أستاذة إجلال محمود. ازي حضرتك؟ عاملة اهلا ايه؟ بك. اهلا بك. تمام. عرفينا بقى بمنتجاتك النهارده. اولا بدأت بمربة الكركديه وخدتها، شفتها في سيوة ونفذتها. هو شغل حضرتك مربات كله ولا في حاجات لا، تانية؟ في جرانولا، في جنزبيل مجفف، في صوص ليمون، في صوص جنزبيل علشان الجو اللي احنا طب فيه. خلينا نبتدي بقى الاول كده، حضرتك ابتديتي من امتى؟ من حوالي سنه فبدات بصوص الجنزبيل وصوص الليمون، لان انا بدات قبل الكورونا بشويه صغيرين. فالحاجات دي صحيه جدا، معلقه دافيه بناخدها على الصبح، حلوه قوي قوي. صوص الجنزبيل بعمله بالعسل. ده صوص بيبقى عباره عن جنزبيل وعسل ايوه. وليمون لا، ولا الليمون ايه؟ لوحده، الليمون لوحده. الليمون لوحده، والليمون بعمل منه كمان صوص الليمون، بعمل منه دايت بحيث اللي مريض السكر ممكن ياخدها، اللي عامل دايت ممكن ياخدها. طب ما خلينا في الجنزبيل والعسل ده، حضرتك بتنصحي بيه ان احنا ناخده مثلا ايه، مره الصبح او معلقه او مرة ايه؟ الصبح على الريق كده على ميه دافية، حلوة جدا جدا، يعني صحي علشان الجو اللي احنا فيه. يا ربنا يحفظنا كلنا. يا رب. كمان صوص الليمون لو اتحطوا الاثنين مع بعض بيبقى برضه شيء اساس حلو. الليمون ده عباره عن ايه بقى مثلا؟ بيبقى الليمون 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 سكر. ما فيهوش حاجة تانية، وقليل قوي من السكر، وفي معمول بالسكر الدايت، فبرضه طب الاثنين. والمزازه بتاعت الليمون بتتغلبي عليها ازاي؟ طبعا دي شغلتي ان انا اعمل الحاجة، مرارة الليمون اخفها شوية. لا بعمله حلو، حضرتك الحاجات كلها بيتي 100%، انا اللي عاملاها حضرتك كلها. اللي بتعمليها نفسك. انا اللي عاملاها كلها. كمان الجرانولا الصحية جدا، منها شوفان، فيها شوفان الجرانولا مكسرات، موضة العصر، موضة يعني العصر البرطمان اللي قدامنا ده لو تجيبه عليه الكاميرا ده موضة العصر بالنسبة لنا. بالظبط ده بالظبط، الفطار صحي جدا الصحي لأي حد دلوقتي عايز جدا، يعمل دايت. وبعملها بالعسل، وفي بدون عسل للي عايز بدون عسل، فيها كل المكونات اللي الواحد طب بيحتاجها انا لصحته. عايزه اعمل دايت، قولي لي الصبح فطاري يبقى عباره عن ايه من الجرانولا، ناخد قد ايه؟ معلقتين على كوبايه زبادي، مع لبن دافي، عايزه تاكليها كده براحتك، لان فيها لوز، فيها مكسرات، فيها مكسرات، فيها بذر كتان، فيها زبيب، جوز هند، نوعين من اللب، شوفان في الاول وفي الاخر. طبعا الشوفان هو اساس كل حاجه، فهي صحيه جدا، بتشبع. طب احنا اوكي هننزل بيكي. صور لحضرتك دلوقتي، حضرتك تبصي عليها وتعلقي لنا كده عليها. اوكي. ده جنزبيل، جنزبيل حضرتك بتجيبيه فريش وبتشتغلي عليه. وبشتغل عليه، بعمله كاندي. في نوعين من الكاندي، في نوع مقرمش وفي نوع طري شويه للي حابب. ممكن اخد حاجه من دول اوريها؟ ده من الكاميرا ولا اتفضلي. سيبها؟ لا طبعا اوكي. اتفضلي. ده بيبقى فيه سكر كده بيتباع بره، انا بشوفه خفيف بيبقى فيه. خفيف جدا. يعني ده الطلب مني ايام الحظر وانا اشتغلت عليه. طب حضرتك اعكسيها نشوف. ماشي اوكي. ده النوع اللي هو طري شويه. ده النوع اللي هو مجفف قوي. ده مطلوب وده مطلوب، يعني الاثنين مطلوبين. ده حضرتك بتجيبيه فريش وبتجففيه بطريقه معينه؟ بطريقه معينه، انا بشتغل عليه بطريقه معينه بحيث ان هو يطلع بالشكل ده. طب والصوره الثانيه؟ الصوره الثانيه بقى ناخد ايه، الجرانولا مثلا. اهي الصوره الثانيه اللي حضرتك في الكاميرا. صوص صوص الجنزبيل، متهيألي صوص الجنزبيل هو ده. صوص الجنزبيل، بجيب الجنزبيل بسويه مع العسل، وباخد الصوص بتاعه ده عشان بيبقى صح. خلاص الجنزبيل كلها بتبقى في البرطمان ده، فانت بتاخديه وتحطيه على معلقه ميه دافيه، بيبقى حلو قوي قوي الصبح. تمام. نشوف الصوره اللي بعديها. اوكي. ده الكركديه، ده حضرتك الكركديه. بتعملي كركديه كمان، دي حاجه جديده. مربى الكركديه. اقوم اجيبها عشان بس بعيده والميكروفون. الميكروفون. مربى الكركديه خدتها من سيوه، شفتها في سيوه، حاولت ممكن حضرتك انفذها. تعلقي بس على الصور، مش لازم اللي انت اوكي قدامك، مفيش مشكله. ماشي اتفضلي. اوكي. مربى الكركديه خدتها من هناك، لقيتها وحبيت ان من انا سيوه. اعمل من سيوه. بيعملوا مربى كركديه، اول مره في حياتي اسمع ان في حاجه اسمها مربى كركديه بصراحه. وانا يعني حضرتك فكرتيني بالمنتجات دي بايام جدتي بقى وماما وكده، لما كانت دايما ننزل نلاقي العربيات مليانه، يعني عارفين ده موسم مثلا الجزر، ايوه، فتلاقي كل البيوت كمان موسم المصريه اللارنج بتعمل دلوقتي، الجزر فهتلاقي واللارنج ان انا مثلا. عملت مربة اللارنج، فكل حاجه ليها موسم، يعني بحاول ان انا اعمل فاكهه الموسم عشان تبقى طازه وفريش وكل الناس طب تعرف الجنزبيل تاكلها. بما اننا اتكلمنا عليه كتير، فوائده ايه؟ اولا بيحرق الدهون، صح جدا، ده صيدليه متنقله، ده حتى وزاره الصحه يعني ساعه الكورونا قالت ينصحوا بالجنزبيل. فمن الحاجات الحلوه قوي 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 للصدر وللنفس وللطاقه كلها، حلو. والكركديه الكركديه. عارفه الكركديه للضغط العالي، عشان انا مريض ضغط عالي فانا عارفه
ان الكركديه كمان ده حاجه للضغط كل المربات بعملها بسكر عادي، وفي منها بسكر دايت. كركديه فعلا. في صوره تانية هي لو حضرتك تعلقي عليها، دي المشمش. المشمش بس هو دلوقتي ما فيش مشمش. بس صوره مربى مشمش فعلا. في كمان مربى كيوي، انا مش عارفه انتوا جايبينها ولا لا. في مربى في مربى تين، في مربى فراوله، في مربى بنجر كمان. البنجر صحي جدا جدا. دي جديده برضو يعني، الكركديه والبنجر النهارده طلعنا بيهم الحلقه. الحاجات دي كمان. والكيوي كمان في حاجات كتيره قوي. في قرع عسل مع جنزبيل وتفاح. دي مش في السوق بس مطلوبه. عملتها حلوه جدا جدا القرع. طريق بعمل المربى زي الطبيعي خالص اللي احنا كنا زمان يعني، نجيب الفاكهه زي ما هي فريش وتحط وسكر، نسبه بالزبط. سكر وميه وكده. بالظبط بالظبط. مش بتضيف لها اي حاجه ولا مواد حافظه ولا اي حاجه ولا خالص. اي حاجه. يمكن ليمون اللي بحفظها مثلا. بالليمون. فبيفرق تماما. بص على صوره برضو دلوقتي. اتفضل. دي الجرانولا. دي الجرانولا. دي الجرانولا. الجرانولا دي كلها مكونات حلوه قوي وصحيه وبتشبع، ما بتديش سعرات حراريه عاليه، بتديكي طاقه. للناس اللي ما تعرفش الجرانولا خالص، نحب نقول مكوناتها. شوفان مع مكسرات، لوز، زبيب، جوز هند، نوعين من اللب، بذر كتان، عسل نحل، في منها كمان بدون عسل بحيث اللي عايز يعملها ياخدها. يعني حضرتك بتبيعيها كده جاهزه بال في بعسل وفي بدون عسل ومن غير عسل. وطب والسكر اللي بتستخدميه بقى سكر ايه؟ لا بستخدم المربات سكر عادي وسكر ستيفيا. يا احسن انواع السكر. احسن انواع السكر للدايت. احسن انواع السكر علشان كمان ملوش اضرار او اثار جانبيه. فدي برضو حاجات من الحاجات الحلوه قوي قوي. طب قولي لي في ايه هنا مثلا ينفع حوامل او اطفال صغيرين كبار السن؟ الفراوله، التين، الكيوي. الكيوي مطلوب جدا جدا لان برضو مش كتير بيحبوا ياكلوه، فلما يبقى مربى بيبقى الطف. لانه مزز فبيبقى احلى بكتير. مربة الحرنكش احنا زي ما اتكلمناش عنها دلوقتي، موسم الحرنكش. موسم. احنا انا مكتوبه لي في الدايت بس انا بطنشها. انا ماليش في الفاكهه اصلي خالص ولا من الحاجات كتيره بتحب الحرنكش. ومحدش ما بتلاقيش في سوق مربة حرنكش. فحلوه قوي قوي مربة الحرنكش، جميله جدا، من الحاجات اللي فاجئتني انها عليها طلب. هو زمان ما كناش نعرف غير اللارنج والبلح، صح؟ ايوه. والفراوله والتين. والفراوله والتين. دلوقتي تلاقي كل بقى كيكه فراوله ومربه فراوله، تلاقي البيت كله فراوله، فلوس بالفراوله. بالظبط. والجيلي والحاجات دي. دلوقتي يعني الحاجات اتغيرت كتير يعني. انا شايفه الكركديه ده مميز جدا 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 جدا. مزازته مع السكر اللي فيه فعلا طعمه حلو قوي قوي. لو حطيتيه على كيكه، لو حطيتيه على زبادي، لو حطيتيه حتى على الجرانولا الصبح. فهو حلو في كل الاحوال. وحضرتك هنا عامله لنا عينات منهم في ال بالظبط. حاطه الكيوي، حاطه الكركديه، حاطه اللارنج. ده للفطار الصبح، ده هيبقى احلى فطار. ده كده على توست عادي ناشف وحاطه تحتيه. جبنه سبريد. اي جبنه سبريد. زبده، جبنه، لبنه، اللي انت عايزاه. عشان الدايت بقى مش لازم الزبده، تخليها جبنه. مشيها جبنه. مشيها جبنه. كمان الجنزبيل طعمه حلو قوي، الكاندي طعمه حلو قوي قوي. طب هتجربي تعملي لنا ايه بقى كاندي تاني غير خطتك المره الجايه؟ قشر برتقال. صح. ده حلو قوي، عملته بس يمكن مش متاح النهارده ان انا اجيبه. طلع حلو قوي قوي. وده موسم برتقال برضه. بالظبط، موسم البرتقال. عملته لوحده، وكمان حشيت بيه التمر. يعني هتلاقيني نازله بيه في رمضان، فهيبقى حلو قوي قوي. بدل اللوز يعني. بدل اللوز. لان انا بعمله بطريقه معينه، ففعلا بيبقى طعمه حلو. بس انا النهارده ما جبتوش. طيب احنا المفروض يعني المفروض الولاد ينزلوا المدرسه يعني كمان اسبوع، ده المفروض. قولي لي بقى اقوي مناعتهم ازاي بالمنتجات بتاعت حضرتك؟ والله حاجات كتيره يعني. الجنزبيل مش كل الاطفال على فكره بتحب الجنزبيل. ممكن ياخدوا صوص الجنزبيل لانه فيه شويه سكر خفيفه. او عسل، انا اسفه. هيبقى حلو جدا الصبح. لو خدوا مثلا سندوتشات حرنكش، معلقه، صح؟ معلقه صغيره. معلقه صغيره على كوبايه. في اي حاجه منهم ليها تاثير على الحوامل او كده؟ يعني تأثير مش كويس يعني؟ لا. كله تمام. لا لا لا. كله صحي جدا، كله صحي. لان الجنزبيل معمول بالعسل فصحي، الليمون معمول صحي جدا، وفي منه دايت للي مش عايزه بسكر. فحلو.
طب افكار تانية للمربات ايه؟ انا ليه واحده صاحبتي بتعمل مربى بطاطا هايله، انا قلت لها على الهوا على فكره انا عندي بكره خبيره فلازم انا اقول لها على عملتها، السر انا بتاعك. عملتها فعلا وفعلا حلوه جدا جدا، بس انا فعلا ما تحش لي الفرصه ان انا اجيبها النهارده. كل حاجه على فكره ممكن تتعمل مربى بطريقه يعني بتبقى حلوه لو اتعملت صح. بس احنا كده خلاص يعني خرجنا من الاطار العادي خالص للفاكهه ان هي تبقى مربى، يعني دخلتي بقى في حاجات اللي هي فيها زهور شويه اللي هي زي الكركديه والحاجات الحاجات اللي الاعشاب هي الحاجات اللي هي مش موجوده في السوق حبيت اعملها، لان الحاجه اللي في السوق انت ممكن تنزلي تشتريها بسهوله، فانا بعمل الحاجات اللي انت ممكن ما تلاقيهاش. يعني قرع العسل مع الجنزبيل ده انا شفتها فعلا اتعملت وعملتها ونفذتها وطلعت حلوه قوي، لان القرع كمان صحي جدا وهو ده الموسم بتاعه. يعني ناس كتيره ما تعرفش ان هو غير ان هو بيتعمل صينيه بالظبط. بشاميل بالبشاميل، بقى وفيها ايوه فيها 5 بتخش كيلو الفرن زياده للشريحه فيها على طول. بالظبط. لا ده انا مدخله كمان فيها تفاح وجنزبيل وبضيف عليها قرفه ينسون النجمه، بديها نكهه حلوه قوي وطعم وريحه حلوه قوي قوي قوي. بديل لايه يعني؟ انا ممكن اخدها الصبح بديل لايه؟ يعني ممكن تاخديها الصبح مع الشاي، بتوست مع الشاي كده حاجه حلوه قوي قوي، بتديكي تخليكي نازله شغلك او حتى وانت قاعده في البيت قاعده مرتاحه طب هما هينزلوا لحضرتك صور كمان نتفرج عليها؟ نبصي لحضرتك علقي عليها. انا معاكي. دي الجرانولا، دي دي بعد ما جرانولا اضفت لها بقى المكسرات والزبيب. والزبيب ايوه. دي لو فتحت البرطمان هتلاقي هي الصوره ديت. ايوه. فيها زبيب، فيها جوز هند، فيها مكسرات، يمكن انا بحط كميه مكسرات كبيره جدا بحيث ان انت اللب بقى ده برضو حاجة جديدة ان حد ياكل لب في وسط حاجة كده. ما انت مش هتاكليه لوحده ابدا، عمرك ما هتفكري تجيبيه. ده بقى اللب السوري بس صح؟ هو نوعين من اللب، لب اخضر كده انا بشتريه يعني جاهز على طول وبحطه مع الجرانولا وبعملها ففعلا بديها. وبذر الكتان، لان بذر الكتان حاجة مهمة جدا. فوائده بقى ايه طيب؟ فايدة للجسم كلها حلوة. بذر الكتان صعب ان انت تاخديه لوحدك، لو خدتيه مع الجرانولا هيبقى حاجة مهمة قوي قوي. في صورة تانية هي لحضرتك؟ دي الحرنكش. طبعا انت نقيتي جوجو علشان دلع اجلال اكيد. والله ابدا. تحيز تحيز. ليكي حق ليكي حق، المنتجات جميلة. ربنا يخليكي. والكركديه الحاجات دي فعلا عليها اخبار غير عادي. ده الجنزبيل، ده الجنزبيل ده الجنزبيل المجفف. الكندي ده حلو قوي قوي. دي مربة عنب بس انا ما جبتهاش النهارده. دي برضو في موسم العنب كان حلو جدا جدا. ونوع عنب ايه بقى؟ عنب الاحمر. الاحمر الاحمر اللي هو بدون بذر فعلا حلو قوي. انا مش واخده بالي قوي دي مربة ايه في الصوره، بس كمان في وانا فاكهه مش شايفه برضو صدقي. مش بعيده شويه فمش عارفه. ده بلح، ده طلع بلح كنترول بيقولي بلح. مش عارفه دي مربت ايه بصراحه، دي بعيده قوي. دي الجرانولا بحطها مع الزبادي. بحط كمان ده شيا صح؟ بحط احيانا شيا. فيعني بتبقى حلوه وصحيه، فيها كل المكونات اللي ممكن تاخديها الصبح. انت مش محتاجه حاجه تانية اكتر من كده. لو بتقفل يعني بتقعد أيوة مثلا بتشبعك عدد ساعات. بتشبعك عدد ساعات بتقعدي كتير كتير عدد ساعات كتيره جدا، مش محتاجه انك تاكلي حاجه تانية. هي الفكره ان احنا لسه يعني ما استغلناش عندنا الثقافه دي اللي احنا يعني نصحى الصبح احنا ناخد لازم نغير الحاجه شويه كده. عاداتنا تبقى عاداتنا صحيه اكتر. بالظبط. يعني في اللي عايز بيفطر، كل واحد حسب بقى يعني. انا عن نفسي لما بعمل دايت ببقى مبسوطه قوي الدكتوره تكتب لي كده فول مثلا مش عارفه الحاجات الطبيعيه بيضه مش بتشبع. عارفه ايه واسهل بيشبع. يعني انا بالنسبه لي اسهل. والحاجات دي بتشبع جدا. انا لو خدتيها في برطمان صغير مع الزبادي بتاعك بتشبعك، بتخليكي مش قادره تاكلي بعد كده اي والشغل حاجه. كمان لو تغطيها مثلا، اما انا بقول لحضرتك لو سناك تاخديها او لشغلك هيبقى حلو قوي قوي فعلا. حلوه. ايه طيب تاني ممكن نتكلم فيه؟ حضرتك بقى قول لنا ايه الجديد، عايزين نعرف كده حاجه جديده غير التمر اللي حضرتك هتعمليه بالبرتقال. افكارك ايه رمضان مثلا؟ الحاجات دي طبعا في رمضان بيبقى في يعني عليها اقبال برضو. يمكن طواجن الرز بلبن بتبقى عليها اقبال جامد جدا. بعملها بعمل اللي هو البلح بالتمر ده حلو. بعمل حاجات مقبلات، بسيب خالص بقى الحلو ده تماما، بعمل حاجات مختلفه تماما غير الحاجات دي. ايه بقى؟ بعمل رمضان قرب. نعم بقول رمضان قرب. ايوه المقبلات كمان مطلوبه. يعني مسقعه حراقه بصاره الحاجات دي. ده حاجه بعيده عن مجال المربى خالص خالص خالص, خالص. آه في رمضان بعمل حاجه تانية مختلفه. فدي برضو بتخليكي ان انت بس تاني برضو معلقه من الحاجات دي كده بعد الفطار تدي طاقه
كويسه اللي نكمل بيها بقيه اليوم على يعني. المربات ممكن على الرز بلبن على فكره، يعني لما بعمل طاجن من الرز بلبن بضيف عليه برطمان صغير كركديه او اي نوع من المربى، بحيث اللي عايز رز بلبن يحط عليه الحاجات دي بتبقى حلوه. طب قولي لي، انا طفل مثلا رايح، عندي طفل رايح تمرين، توصفي له كده وجبه صغيره من مكونات حضرتك. يعني لو برطمان حطيت زبادي مع الجرانولا حلو قوي، لو عملت له سندوتش كيوي مربى كيوي حلو قوي، هيحب كمان اللون لان الكيوي لونه جذاب، مش موجود اللون الاخضر كتير في المربات. في اطفال بتحب هي الفراوله، دي الكيوي اللي هي شكلها الخضرة شبه شويه. الكيوي فلونها فعلا هي كمان الحبوب السوداء اللي جواها دي بتبقى حلوه قوي قوي. جربتي بقى الحاجات الغريبه مثلا زي الجوافه والكده ولا مالهاش اقبال قوي؟ لا يمكن هي اكيد حلوه بس انا ما جربتهاش، ما جربتهاش فعلا. بس للطفل في حاجات كتيرة قوي، في اللي بيحب المسكر فراوله، في بيحب الحاجات المزه، فعنده الحرنكش، فالحاجات دي كلها. الابيض دي اللي قدامي على طول هي لونها ده صوص ليمون، صوص ليمون بسكر دايت. ده اللي قدام حضرتك ده على طول، ده على طول ده. ده صوص ليمون بسكر دايت. في كمان التين، ده برضه من الحاجات الحلوه قوي التقليديه جدا بس مميزه، يعني ليها طبع عند المصريين كمان. بالظبط، كل الشعب المصري بيحب مربى التين، والتين من الحاجات الصحيه فعلا. ايه تاني ممكن نتكلم عنه؟ حاجتك بقى كلها بتجيبيها من حد يعني مثلا اورجانيك وكده، ولا يعني فاكهه، ولا العادي الحاجات بتاعتنا المتناوله؟ بجيبها اورجانيك واعملها بحيث انها تبقى صحيه من كل الجوانب. يعني المنتجات كلها اورجانيك يعني؟ طبعا. اساس الفاكهه كلها اورجانيك. طبعا طبعا، عشان الجنزبيل عليه اقبال برضو حلو قوي قوي. طب لو حد طلب من حضرتك بقى حاجه مميزه، يعني مثلا انا مش بحب كده قوي زودي لي دي او كده، متاح ان هو ممكن حد يغير حاجه؟ يعني مثلا سكر قليل، عايزه لا مش عايزه السكر قوي كده، في ناس بتبقى حابه المربى بسكر. بعمل الحاجه كتير. سكر قليل قوي، ولو حد طلب بسكر دايت ده بالطلب موجود. هو سكر دايت من مناسب للمرضى السكر وكده؟ لمرضى السكر، للي عامل دايت، للي يعني الناس اللي ممكن كلنا نستخدمه على فكره، عشان الوزن، عشان السن، الحاجات دي كلها مطلوبه. طب يعني امالك ايه؟ قولي لي كده حاجه بعيد بقى عن الموضوع خالص، طموحك ايه في الموضوع ده؟ ان انا مربى الكركديه عشان محليه قوي، ان الناس كلها تعرفها. الجرانولا الناس كلها تعرفها، لان الناس كتيره يعني، في ناس عارفه يعني ايه جرانولا ومكوناتها، ناس كتيره ما تعرفهاش وقد ايه مهمه وقد ايه صحيه. نفسي تعرف الناس كلها الحاجات دي كلها، نفسي اوصل بالحاجات ديت لبره، لان اللي بيوصل بره الحاجات المحليه قوي العاديه المتداوله، الفراوله والبلح، الحاجات دي كلها الناس عارفاها، بس مربى الكركديه ان تلاقيها في اقصى حته في مصر. سيوة رحت لها مخصوص ولا بالصدفه؟ لا بالصدفه، انا رحت سيوة 3 مرات وعجبتني قوي قوي، بس حبيت ان انا اعملها بطريقتي، لان من الحاجات الحلوه قوي اللي مش معروفه في مصر، يعني اللي مش معروفه كتير، مش ناس كتيره بتعملها، فدي برضو حاجه حلوه قوي قوي. وخدتي الوصفه منهم؟ ادوكي السر؟ لا انا سمعتها، قلت له ازاي يعني مربى كركديه؟ فقال لي لا الكركديه بيتعمل مربى. فقعدت افكر، طب انا ليه ما يعني ما اعملهاش، اشغل دماغي واعملها بطريقتي انا، ما هي المربى 1 2 3، بس الكركديه ليه طريقه معينه، يعني علشان هو حاجه ناشفه كده ومحدش ابدا عملها مربى، فعملتها بطريقتي ونجحت، ونجحت جدا. لا صعبه، هم في الكنترول بيقولوا لي قولي لها السر، بقول لهم اكيد صعب. اكيد يعني هيبقى صعب جدا. لا 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 ابدا، ما فيش مشكله، لو عايز انا اقول لهم الطريقه. معجبين بالفكره. طبعا. طب حضرتك قول لنا برضو، تبقى سبق لينا احنا يعني. ما فيش مشكله، مربى الكركديه انا بجيبها، وكركديه عشان ناشف فبخليه من بالليل في الميه، بعد كده الصبح بشتغل عليه. طبعا بحط له ليمون. لازم ياخد وقته. لازم ياخد وقته والثمره تشرب الصوص بتاعها، ففعلا بيطلع حلو قوي. يعني حضرتك بتنقعيه من بالليل وبتستخدمي بقى الصبح؟ بس الصبح بشتغل عليه. فعلا بيبقى حلو جدا جدا. تضيفي السكر الدايت، تضيفي السكر العادي انت وراحتك، بتضيفي طبعا الليمون، ده اساسي في كل حاجه. جربتي بقى الحاجات التانيه اللي هي شبيهه ليه، اللي هي التمر هندي والحاجات دي ولا لا؟ على رمضان بقى. دي فكره جديده. والله والله ليه لا. وقمر الدين. وقمر الدين طبيعي،
فعلا والله. بس يعني التمر الهندي جات لي الفكره كده بس. ما القمر الدين هيبقى شبه المشمش شويه صح ولا ايه؟ لا مش مش هما شبه نفس المشمش، ال هو ليه حاجه مختلفه، طعم مختلف. بس انا انت خلاص قلتي لي عليها فانا طب هفكر كويس. فيها بجد والله. هبقى اول حد يدوها في رمضان بقى ان شاء الله. ان شاء الله قريب هحاول ان انا انزلها واعملها. وعايزين نستخدم برضو الحاجات دي في حاجات يعني غير ان هي تبقى مربى كده بس الواحد يعني. انت قلتي ممكن نحطها على رز بلبن، ممكن نحطها على الحاجة المنتجات اللي هي فيها الالبان صح، او ايوه من او سبريد على جبنة كده. او على جبنه حسب يعني، هتبقى حلوه، هتبقى حلوه جدا جدا يعني. ممكن في السحور لو انت بتقولي احنا رمضان قرب، الحاجات دي مهمه جدا وما فيهاش سكر كتير. كل الحاجات اللي انا بعملها ما فيهاش سكر كتير. طب فكرتي اي حاجه بقى من دول خالص قبل ما نحط لها السكر وكده، نفس البيست نفسه المعجون نفسه ده نستخدمه حاجه للبشره او للشعر مثلا؟ لا طب لا ايه فكره تانية يعني؟ ده غير الاكل يعني، غير ان احنا ناكلها عشان تفيد البشره والشعر. ايوه لا ممكن نستخدمها دايركت على البشره كماسك يعني. لا ما فكرتش، لا لا ما فكرتش خالص يعني. انا كان كل تركيزي ان بس انا، يعني قابله للتنفيذ يعني ممكن حاجه زي كده. لا ما عنديش فكره خالص. لا انا ما اقدرش اقول حاجه انا مش عارفاها. لا ما عنديش فكره. طب واللي بالنسبه كاكل يعني في حاجه منهم مفيده للبشره او للشعر؟ الشوفان، المكسرات مفيده جدا للصحه، ان يعني فيها اوميجا 3، فيها كل حاجه ممكن تخص تفيد الصحه وتفيد الجسم. ففعلا هي زي ما تكون حاجه سحر كده، الواحد فعلا بيبقى سعيد وهو بياكلها. دي حاجه برضو حلوه قوي. حضرتك بتفكري قلتي جبتي المربى بتاعتك الكركديه من سيوه، بتفكري تروحي تشوفي محافظات مصر تاني يمكن تلاقي فيها حاجه؟ اكيد كل محافظه ليها طبع مثلا معين. ممكن، بس انا عشان حبيت سيوه بلد جميله جدا جدا، الناس اللي هناك على طبيعتها. انا شفت هناك مربى الزيتون، فدي حاجه كنت اول مره اسمع عنها. مربى بسكر ولا بيست الزيتون؟ لا 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 مربى مجفف. الزيتون بس انا ما فكرتش اعملها بصراحه، او ما جاتليش او الجرأة. ما هي كل الحاجات اللي الواحد بيعملها دي صعبة دي، محتاجة الزيتون يحطوا عليها حاجة مسكرة. شفتها هناك في سيوة. سيوة ده عالم، عالم تاني جميل. هزورها ان شاء الله. مع بعض بقى. ان شاء الله. طيب احنا محتاجين قبل ما نختم نعرف بقى، يعني قلت لك على امالك فقلت لي انا عايزة يعرفوا المنتجات المصرية عالمية الحاجات الغريبة. صحيح. صحيح. عايزة تعملي ايه تاني؟ عايزة نساعدك ازاي؟ قولي لي. نعم. الناس تساعدك ازاي يعني؟ قولي ممكن نعمل ايه؟ ان الناس تعرف المنتجات ديت وتعرف اهميتها وتعرف قد ايه حلوه، وتعرف انها ممكن كل بيت يعملها. ده في حد ذاتها حاجه حلوه، نقله تانية. يعني الناس تعرف الحاجات ديت. ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه مربى عسل، قرع عسل مع جنزبيل وتفاح. حلوه جدا جدا جدا. القرع بس مش ان احنا ناكله مسلوق او نعمله شوربه او نعمله صينيه، لا بيتعمل كمان مربى حلو قوي. واسهل كمان يعني، تقعد تعملي صينيه كبيره. واسهل اسهل تجيبي مربى من عند جوجو. دي اسهل لي انا يعني. ممكن ممكن صحيح. ان شاء الله كل الخير ليكي باذن الله ومنتجاتك الجميله، وتبقى ماليه السوق كله وللعالميه كمان باذن الله. شرفت بيكي جدا. الله يخليكي، انا اللي اتشرفت بيكي. الله يخليكي حبيبتي. فاصل ان شاء الله ونعود.